تشهد الساحة الدولية تطورات متلاحقة بالنسبة للوضع في سوريا، وعلى الرغم من محاولات الابتزاز التركية في اجتماع أستانا، إلا أن عددا من الدول تبدو مصممة بشكل كبير على الخوض في غمار العملية السياسية. ممكن أن نتحدث عن تحول برز منذ يومين وهو اللقاء الروسي الأمريكي. هذه المحطة مهمة، قد تنعكس إيجابا إذا انخرط الجانب الأمريكي في العملية السياسية، وبالتالي ينعكس ذلك على جدية المتحاورين، وأقصد بذلك بعض المنصات التي كانت واضحة أنها في الأساس تريد أن تخرب على العملية السياسية في جنيف أو تخرب العملية في أستانا من خلال عدم حضور الضامن التركي بشكل واضح. تطورات دولية وصفتها الأمم المتحدة بالإيجابية وبأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة في سوريا، حل تشدد من خلاله دمشق أن تكون مكافحة الإرهاب فيه أولوية لكل الأطراف المعنية. ستكون بداية مقبولة، لننتظر كيف هذه الإدارة الأمريكية تحسم أمرها، وبالتالي كيف تنخرط في العملية السياسية والعملية الناشطة على الأرض. الحاسم في الأمر أن الجيش العربي السوري يتقدم، ينتشر بثقة، والقيادة السياسية تشتغل على كل المحاور، فهي منخرطة في العملية السياسية بجدية لأنها تعي تماما أن أي شيء يلبي طموحات شعبنا باستعادة الأمن والأمان فهو بالنسبة لها منهاج عمل. مع التقدم الميداني الكبير الذي يحرزه الجيش العربي السوري ضد الإرهاب، تدور من جديد عجلة الحوار السوري في جنيف في ظل إعلان سوري أكيد بعدم السماح بتمرير أي شيء يمكن لأعداء الوطن أن يستفيدوا منه. لم تمنع النتائج المتواضعة لأستانا الخامس من إحداث تفاهمات دولية جديدة بشأن الوضع في سوريا، والتي ساعدت بدورها على خلق مناخ مناسب لاستئناف جولة جديدة من الحوار السوري في جنيف، في وقت تؤكد فيه دمشق على موقفها الثابت بالنسبة للحل السياسي. من دمشق، يمامة واكد، الإخبارية السورية.